هذه اشوف العماره اللي دخلناها، هذه لا 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 البلكونه حقتها، هذه البلكونه، هذا الشارع، هذا الكافيه قدامه، هذه عماره ثانيه قدامه طبعا. هذا مخطط نظيف وما شاء الله تبارك الله. هذا مسجد، شوف مسجد قدام يعني الحي. وهذا الجبس، الجبس هذا في البلكونه طبعا. هذا باب البلكونه، هذا الطبلون عندكم، هذا باب كامل للبلكونه سحاب طبعا. هي شقة أربع غرف، وهذه غرفة واحدة، هذه الغرفة الأولى ديكوراتها طبعا، وهذه المفاتيح عشان أوضح لكم لأن النور مو واضح ما شاء الله تبارك الله. هي طابة هنا وطابة هنا، ها هذا الطبلون شوفوا باب ما شاء الله تبارك الله، هذا الباب الرئيسي، هذا الباب الرئيسي طبعا. وهذا برضو ما شاء الله ديكور الصالة، هذا ديكور كامل للصالة، هذا ديكور الصالة كاملة طبعا. أنا عمار شغالين الآن يعني هذا المطبخ، ديكور المطبخ كامل، ديكور المطبخ كامل ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه الغرفة، وهذه شو الصالة قديش خضرا، ما في صالة قديش خضرا ما شاء الله تبارك الله، صالة مرة كبيرة ممكن الكنبه اللي هي 12. هذه الغرفه الثانيه، غرفه، هذه الغرفه الثانيه، الغرفه الثانيه هاي. شايفين لسه الشغل شغالين فيه الان، قاعد يشتغل فيه الكهرباء بس تشطيبات بسيطه. هذا الطابق طبعا، وهذا باب برضه حق اللي تحت، وهذا البلاط برضه يعني شغل شغالين تشطيبات الان. هذا ما شاء الله تبارك الله، هذه حركة جديدة سووها الباكستانيين قبل لا تدخل الحمام. الله يكرمك، شوف الحمام من جنب ما شاء الله، كله سيراميك ودنيا وكل شيء. هذا باب ودنيا، تشوف لسه كل شيء جديد يعني شقة لوكس ما شاء الله تبارك الله، شقة لوكس كامل فوق ديكوراتها ودنيتها. هذا المروش طبعا، وهذا المغسلة. الآن هم أغراضهم الشيء اللي قلت لكم سووه الباكستاني جديد، من يوم ما تطلع من الحمام هذا سووا لك دولاب، دولاب درفتين، ثلاث درفات تقريبا. هذا الدولاب زي كذا يعني عشان تحط أغراضك، تحط شيء تغير من هنا. ها هذا نظام جديد الباكستاني طبعا. هذول عفش العمال لأن الدور الأول. طب هذه الغرفة الثانية، وهذه طاقة، وهذا باب تبعها، هذا طبعا الغرفة الثانية، وهذه الغرفة الثالثة، وهذه الغرفة الثالثة، هذه الكرات الغرفة الثالثة ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل وسلم على حبيبي محمد. هذا طبعا الغرفة الثانية، وهذه الغرفة الثالثة، وهذه الغرفة الثالثة، هذه الكرات الغرفة الثالثة. ما تجي أربعة في أربعة، خمسة في أربعة زي كذا. وهذا الله يكرمكم الحمام، هذه المغسلة، انه شايفين كله جديد وما شاء الله قد انباعت. هي تقريبا اربع دور، وهذا الشقه قاعد يلعبوا فيه الشباب بس. شوف هذه الشقه، هذا الغرفه طبعا، واحد اثنين ثلاثه اربعه، هذا الرابع. هذا الله يكرمكم الحمام حقهم، هذه ما فيها نور. ها بابا هكا عشان تقول لك ها. وهذا الحين شوف شلون شغالين فيه لسه، ما غلقوا التشطيب حق المطبخ، شغالين فيه. ابي رديه بكابور، ها من روسكو يجي برا طوابيتك ومزدور بالسلم. ما شاء الله شوف المويه كامل، كل شيء شغال. قيد القرمه واكل يعني، هذا كمان ايش للمطبخ عشان الهواء الحار كل شيء يطلع برا. هنا طبعا غرفة المجلس يعني مثلا تحط التلفزيون البلازما هنا والقمر وكل شيء، الواحد يكون يعني يكون كقعدة صالة يعني. وهذه يعني لسه ما شوف يا ابو علي، هذه العمارة حبيب قلبي اللي من برا، والله ما قدرنا لانه الرجال الناس كلهم صايمين ومقفل عليه القفل، شايف هذه كاملة هي من برا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. وهذه مواقف السيارات طبعا اللي قلت لك عليها.